ولاد الذين دول هما اللي بيصحوني كل يوم. انتوا جيتوا تتجوزوا عندي هنا في البيت، ما تروحوا تشوفوا لكم اي حته تانيه تتجوزوا فيها، حرام عليكم الناس نايمه. ايه دي جامد. طب يا ترى هنتفرج على المشهد امتى؟ شعرك منعكش ليه؟ عامل فيك ايه الحيوان ده؟ كده الكاميرا مشحونه والميموري كارد فاضيه وشعري منعكش وكلنا جاهزين ان احنا نبدا اليوم الطويل ده. طيب النهارده انا عايز اتكلم عن ازاي تطلع فكره لشركه. في ناس عايزه تبدا شركات، في ناس مشكلتها الاساسيه ان هي مش عارفه تبدا ايه. ممكن يبقى في ناس معاها فلوس بس مش عارفه تعمل ايه بالفلوس دي، عايزه تبدا فكره، عايزه تبدا مشروع جديد، شركه جديده، بس الموضوع برضو تايه عندهم، مش عارفين يبداوا ازاي. فانا لخصت الموضوع ده في 4 5 نقط في ازاي تدور على فكره لشركه. اول نقطه من اسهل الحاجات اللي تعرف تعملها انك تشوف انت نفسك بتعرف تعمل ايه، ايه السكيلز بتاعتك، ومن السكيلز دي تقدر تبيلد بيها شركه. مثلا عندك المانجمنت سكيلز عاليه، بتعرف تديزاين، بتعرف تديفلوب ابلكيشنز، بتعرف تبيع، بتعرف تنزل تكلم الناس وتقنعهم وتبيع لهم حاجه، بتعرف تعمل ريسيرش مثلا في اي حاجه تعرف تعملها ريسيرش وتعمل ريبورتس والكلام ده كله. فانا عندي مثلا بدات الشركه بيزد على السكيلز اللي انا متعلمها في حياتي، الحاجات اللي انا علمتها لنفسي. دلوقتي انا بعرف امانج السوشيال ميديا اكونتس، بفهم في البرينتنج، في الجرافيك ديزاين، فوتوغرافي، في الفيديوغرافي. الكلام ده كله انا ما اتعلمتوش من الجامعه، الكلام ده كله انا علمته لنفسي. انا من وانا في الجامعه وانا عارف ان انا ما هتخرج مش عايز اشتغل في هندسه، بس ما كنتش عارف لسه هعمل ايه. بس انا كنت حابب فوتوغرافي، كنت حابب ان انا بحب ديزاين لوجوز، بحب ديزاين فلايرز، منيوز، ديزاين ويب سايتس، الكلام ده كله. يعني طب ايه المشكله ان انا اعمل شركه الخدمات بتاعتها فيها ديزاين، فيها فوتوغرافي، فيها ويب سايت ديزاين، فيها ديفلوبمنت، سوشيال ميديا وهكذا. وبدات اعين ناس عشان تساعدني ان انا اعرف امشي الشركه دي واعرف اجيب كلاينتس اكتر واعرف اكبر الموضوع ده كله. لو انت بقى شايف ان انت ما عندكش السكيلز اللي انت ممكن تستخدمها عشان تبيلد بيها شركه، اتعلمها ببساطه جدا. فوتوغرافي والديزاين والسوشيال ميديا، كل الحاجات دي كلها انا متعلمها اونلاين، بشوف فيديوز اونلاين، بشوف ويب سايتس بخش اتعلم عليها. في ويب سايت اسمه lynda.com اتعلمت عليه كل حاجه ليها علاقه بالجرافيك ديزاين. اما واحد طلب مني عايز يعمل ديزاين للوجو، وانا كنتش بعرف اعمل استخدم البروجرام، بس انا كنت بعرف اعمل ديزاينز بس كنتش بعرف استخدم البروجرام. قعدت يومين 48 ساعه ما بقومش من على الكمبيوتر غير لما اتعلمت البروجرام ده كله بيشتغل ازاي، وعملت له لوجو مبسط بيه جدا. يعني عندي 30 سنه دلوقتي وفي برامج بتعلمها من اول مره عشان في كلاينتس طالبه حاجه معينه، فانا بتعلم لها البروجرام ده وابدا اشتغل عليه. سهل جدا انك تتعلم الحاجات دي، تتعلم ازاي تعمل ريسيرش، ازاي تتعلم ازاي تمانج ناس. بس اهم حاجه انك تكون حاببها تتعلمها وممكن تبيلد عليها شركه. تاني حاجه في طريقه اسهل، يعني مثلا الناس اللي بتعمل مطاعم في مصر، هل تفتكر ده مثلا كان متخرج من مدرسه الطبخ في لندن مثلا؟ لا، معاه فلوس فجاب مطعم في لوكيشن حلو. هو هل هو بيعمل اكل؟ لا، جاب حد بيطبخ، جاب حد شغال ويتر، جاب حد شغال مدير، جاب حد يعمل ديزاين للمكان، عمل كل حاجه. بس هل هو بيفهم فعلا في الموضوع ده؟ مش شرط خالص، اكيد في ناس بتفهم، بس في ناس كتير جدا ما تفهمش اي حاجه ليها علاقه بالمطاعم والمانجمنت بتاع المطاعم. وفي تاني يوم هتلاقي نفسك عندك شركه، ممكن تعمل اي حاجه انت تيجي على بالك، حتى الناس اللي بتفهم فيها انت بس مانج وسهل لهم الدنيا، سهل لهم المكتب بتاعهم، سهل لهم الطرق اللي هم يشتغلوا بيها، وابدا الشركه على طول. تالت حاجه بقى، ودي اصيع طريقه انك تعمل بيها شركه او اصيع طريقه انك تطلع بيها فكره شركه. شوف شركات عامله ايه، شركات مبنيه على افكار جديده، واعمل زيها بالظبط. كوبي بيست، غير الاسم بس. الابروتش ده صايع جدا ومش غلط، وناس كتير جدا بتعمله. مثلا عندك في مصر اوبر اشتغل سنتين، تاني حاجه جه بعدها كريم. ايه الفرق بين كريم واوبر؟ اسم. الفكره كلها واحده، ده بيوصل ناس وده بيوصل ناس، هي نفس الفكره كوبي بيست. ودلوقتي كريم من مين كومبيتيتور لاوبر. الشمس نزلت والدنيا بدات تغيم جدا. رابع حاجه انا مش فاكر هي كانت ايه بس انا كاتبها، خش اونلاين. افتكرت، سيرش على جوجل افكار لشركات، كومباني ايدياز او نيو ايدياز فور كومبانيز، هتلاقي حاجات بالعبيط، هتلاقي حاجات كتير جدا، هتلاقي حاجات فكسانه جدا، وهتلاقي حاجات حلوه قوي. اكتب بقى كل الحاجات دي بدل ما تقعد توجع دماغك وتفكر في فكره فظيعه. دور على الحاجات دي كلها، شوف احسن فكره عجباك، شوف احسن 5 افكار عاجبينك،
ابدا اعمل لهم بزنس بلان ليهم كلهم، شوف كل واحده ممكن تطبقها ازاي، هتلاقي حاجات بتنفع هتلاقي حاجات ما تنفعش، تبدا تدرس الافكار دي كلها، تلاقي تاني يوم عندك فكره شركه جديده وابدا تبدا تعملها. هعمل فيديو تاني ازاي تجيب فلوس للشركات دي، عشان ده مهم جدا. في ناس عندها افكار كبيره قوي بس ما عندهاش فلوس. مفيش اسهل من الفلوس، مفيش اسهل ان انت تجيب فلوس لو معاك فكره حلوه. طب انزل انا بقى عشان الحق، عشان دلوقتي رايح الجامعه AUC Old Campus عشان في حفله فولكلور، فبينا عشان ما اتاخرش. يا دوبك داخل دلوقتي ومتاخر جدا، الساعه بقت 7، المفروض يبداوا من ربع ساعه. حفله في الايوت هول، من كام شهر كنت عملت نفس، كان في حفله زي دي برضو للناس المتخرجه بتاعت الجامعه. اللي ما شافش الفيديو هيبقى تعال انا هقول اللي انت عارفه. خمسه الديفلوبر بتاعنا مثلا، والعازف بتاع الايه اسمها ايه بتاع السكس فوق. واضح ان انت متاخر. وكان من اكثرهم متعه ولقاءه دايما سعاده الصديق والعزيز جدا راقص الفلكلور والفنان الكبير جدا هشام عباس. هشام عباس طلع هنا واصل من زمان وهو بيورث فولكلور برضه زينا، فدلوقتي بيظبطه. انا دخلت الجامعه 1983 وكنت مبسوط جدا ان انا دخلت الجامعه الامريكيه، كنت جاي من هندسه اسكندريه. احلى ايام عمري في الجامعه ومع الفولكلور والكورال. زكريا وما بتخلوش. انا كده اتكلمت عن الكورال والفولكلور كويس يا عمده كده خلاص. مش دلوقتي بتستعد عشان هيطلع كمان ربع ساعة. ذهب على مزاجي، اعمل اللي انا عاوزه. بلطجي ليه؟ ايوه انا بقيت حاسه ان انا بلطجه، مفيش حاجه توقف قدامي. دلوقتي احنا قررنا خلاص احنا هنروح ناكل في كريف الزمالك. هو هيجي بقى، كنا مفكر نروح عيش وملح بتاع وسط البلد، بس انا قلت لهم لا خلينا في كريف احسن عشان ناكل ستيك. هنا زمان كنا بنلعب باسكت ايام ما كان في صحه وفي وقت وفي ناس نلعب معاهم. في الحته الفاضيه دي كان في ساينس بيلدينج اللي هو بتشتش خلاص، كنا ناخد فيه كورسز كلاسز بتاعت الانجينيرنج وباقي الجنين. ايه ده؟ المتحف الدراجة الجديدة. فين الخوذة بتاعتك؟ ايوه ما عندوش ده بيهرب. قررنا خلاص ان احنا نروح ناكل في الزمالك. بتعرف السوق ولا ايه؟ احنا كده نوصل قبلهم بكتير. سمعت ليه برضه خلاص.
المشكله دلوقتي ان احنا وصلنا قبلهم بكتير جدا، فعقبال ما يجوا يبقى الزمن ده عيب الموتوسيكلات بقى، انت بتوصل قبل الناس. خطيرة فاتك نص عمري كمان. ما انا عارفه انا عاوز اجي معاك برضه، انا عاوز اجيب واحد اصلا، عاوز اجيب سكوتر لنفسي. ممكن اجيب سكوتر؟ ممكن. محسن كوميت ان فرونت اوف ذا كاميرا ان انت هتجيب لي سكوتر. انا ممكن ابيع عربيتي واجيب سكوتر. لا ايه ناكل؟ ما انا ابيع عربيتي واجيب سكوتر. لا لا انت اخرك اجيب لك عجله. عجله؟ انت مش هتخليني اصلا اروح لحد زمالك بالعجله ولا بالسكوتر حتى؟ انت كويس انت بتروح لحد زمالك اصلا. الكلام ده هتلاقي الستات كلها بتقوم جدا. لا احنا الاسبوع بتاع المرأة ده مفيش عيد للراجل؟ قشطة ممكن نفسك مع بعض. ده امتى ده؟ ايوه انا قريت في حتة سمعت ان ده اسبوع يوم للراجل فعلا. مين دخل عليك وانت بتستنى؟ قلت لها يا لهوي مش عارف ايه؟ قالت لي مين؟ قلت لها انا خفاجه. خفاجه بقى. احنا كنا عايزينه في الاول بس هو بس التسويه بتاعت الميديا مني فبيطلع بسرعه ما بداش لسه يقفلها على حضرتك. مش مشكله. ماشي شكرا. انت عايز تتفرج بقى. خلص بقى. امبارح نمت على طول قبل ما اقفل الفيديو. قولي لي لو عايزين تسمعوا اكتر من الحاجات ليها علاقه بالشركات ما تنسوش تعملوا لايك لو عجبكم الفيديو، تعملوا سبسكرايب عشان كده بقى عندي 157 واحد فقاعدين بنزيد اهو بس براحه. ما تنسوش تتفرجوا على الفيديو اللي جاي. اشوفكم المره الجايه. مين معانا النهارده؟ يلا جو. كلمة السر. جيمي؟ كيكا. سلمي. سلمي مش الحس. يا بنت سلمي. سلمي. جيمي. اه. انت لسه حاسس بالكلام. جيمي.